الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين وفيها. روحاني يعلن أن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق واجتماع هام بين الأمم المتحدة ومجموعة الخمسة زائد واحد وظريف حول الملف النووي الإيراني. موسكو تنفي التوافق في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن الكيمياء السوري، وواشنطن تتحدث عن تقدم. الأسد يقول إن احتمال العدوان الأمريكي على سوريا ما زال قائما ولا نخشى الفصل السابع. قتلى وجرحى في مواجهات بين قوى الأمن السودانية ومحتجين في مناطق عدة على رفع الأسعار. السلام عليكم. في الملف النووي الإيراني نبدأ الظهيرة، حيث تتجه الأنظار في نيويورك اليوم إلى اجتماع بالغ الأهمية بين وزراء خارجية الدول الست الكبرى ونظيرهم الإيراني محمد جواد ظريف، حيث سيختبر الطرفان النيات الدبلوماسية لحل أزمة الملف النووي الإيراني. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية بشأن برنامج إيران النووي في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. روحاني الذي التقى في نيويورك نظيره التركي عبد الله جل أعرب في تصريح لصحيفة واشنطن بوست عن أن السبيل الوحيد للسير قدما هو تحديد إطار زمني قصير للمفاوضات. ومن طهران ينضم إلينا السيد أمير موسوي، الخبير والباحث في الشؤون الإيرانية، وهو مدير مركز دراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران. أهلا بك سيد موسوي. بهذه اللقاءات اليوم في نيويورك بين وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية الدول الخمسة زائد واحد، هل يمكن أن نقول دخلت المباحثات النووية مرحلة جديدة أم أن ما زال الموضوع اختبار؟ أنا أعتقد أن الشق الأول أو التوقعات الإيرانية الأولى قد تحققت إذا ما سار اللقاء اليوم، لأنه الرئيس روحاني طالب من 5+1 بأن ترفع وتنفيذ إلى مستوى وزراء، لأن الممثل المفاوض الإيراني سيكون وزير خارجية إيران وهو الدكتور محمد جواد ظريف. أعتقد أن هذا الطلب الأول قد تم قبوله لدى دول 5+1. إذا تم هذا الاجتماع على مستوى وزراء خارجية أعتقد أن الأمور ستتجه نحو التفاهم والحصول على، وخاصة أن إيران هي التي وضعت جدول زمني محدد على خلاف ما كان يطرحه دول غربية أنها لا تريد تثبيت الفرص وإضاعة الوقت ولا بد من الوصول إلى نتائج. سيد موسوي للأسف الصوت يصل بشكل متقطع ونعتذر إذن لرداءة الصوت من المصدر. أشكرك سيد أمير موسوي حتى الساعة، لربما نعود إلى هذا الاتصال فور جوزيته بشكل تقني جيد. أنت مدير مركز دراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من طهران. وفي طهران أيضا أثارت المواقف التي أطلقها الرئيس الإيراني والأمريكي بشأن العلاقة بين البلدين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثارت أجواء إيجابية متفائلة، لكن يشوبها الحذر. التقرير الآتي لمراسل ميادين في طهران يصد هذه الأجواء. هي بوادر انفراج بين طهران وواشنطن، ربما هكذا نظر الشارع الإيراني إلى ما وصفه بالحوار غير المباشر بين الرئيسين الإيراني والأمريكي تحت قبة الأمم المتحدة في نيويورك. العلاقات بين إيران وأمريكا بناء على كلمتي الرئيسين يبدو أنها ستكون أفضل، ونأمل أن ينعكس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والسياسية عموما. أظن أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية ستكون أفضل. نحن تفاءلنا بروحاني منذ البداية ونأمل أن تكون الأوضاع أفضل في المستقبل، هذا ما لمسناه في خطابي الرئيسين الإيراني والأمريكي. تعبير عملي عن سياسة المرونة البطولية، هكذا وصفت كلمة الرئيس الإيراني في الأروقة السياسية هنا، مرونة مكنته من كسب جميع الأطراف بحسب مراقبين. السيد روحاني تحدث بتوازن، كلامه لم يحبط الغرب كما أنه لم يحبط من صوت له في الانتخابات، ولم يتسبب بانتقادات داخلية من قبل الأطراف المتشددة، وحافظ على الثقة التي منحه إياها قائد الثورة. يمكن القول إنه نجح بامتياز. إيران أكثر كلمة وردت في خطاب الرئيس الأمريكي، 25 مرة كانت كفيلة للإيحاء بأن الطرفين دخلا مرحلة بناء الثقة وإن ليس بكثير من التفاؤل.
هناك شكوك حيال عزم واشنطن على حل الملف النووي وحل الأمور. كلام أوباما كان جيدا لكنه ناقص، فهو عندما قال إن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام في إيران كان عليه أن يكمل بأنهم سيتوقفون عن صرف ميزانية تبلغ 100 مليون دولار لإسقاط النظام في إيران. وعندما قال إن الرئيس روحاني يتمتع بدعم شعبي، يفرز السؤال كيف تفرض عقوبات على بلد حكومته منتخبة شعبيا وتدعمه. وسط هذا التقارب يبقى الملف النووي على رأس قائمة الموضوعات المطروحة بين الطرفين، ملف ينظر إليه على أنه البوابة لحل أي ملفات أخرى. بترحاب استقبل الشارع الإيراني خطابي أوباما وروحاني، وهو يدرك أن عقودا من الخصومة لا يمكن أن تتحول إلى غزل وتبادل أزهار بين ليلة وضحاها. حازم كلاس، طهران، الميادين. ومجددا نعود إلى السيد أمير موسوي وهو مدير مركز دراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية معنا عبر الهاتف من طهران. كنا نسأل إذا ما كانت هذه المفاوضات تدخل اليوم بهذه اللقاءات إن تمت مرحلة جديدة، منه ما زلنا في اختبار للطرفين بعضهم بعض. كنت تتحدث أنه وضع الإطار الزمني ما فهمناه منك هو الجديد الذي يسجل. تفضل سيد موسوي. وكذلك نعم، وكذلك الجديد في هذه اللقاءات هي مستوى التمثيل من قبل الدول 5+1. يعني إيران كانت في الماضي يمثلها مندوب الإمام الخامنئي في مجلس الأمن القومي الإيراني، بينما كانت دول 5+1 يمثلها على يعني مندوبين على مستوى مساعدي وزراء أو مديرين عامين. وهذا طبعا كانت إيران ترفض هذا الأمر في السابق، لكن اليوم نرى الرئيس روحاني فرض هذا الأمر وطالب الدول 5+1 أن ترفع مستوى التمثيل ولبوا هذا النداء وهذا الطلب. إذا ما تم هذا الأمر اليوم أنا أعتقد أن إيران خطت خطوة إلى الأمام بصورة مهمة. هذه الخطوة كيف ستتجلى؟ يعني النتائج الأولية المرتقبة، ما الذي يراد اليوم أن يقبل المجتمع الدولي باحتفاظ طهران بفعالاتها النووية؟ المطلب الأساسي الإيراني من هذه المفاوضات شيئين أساسيين. الشيء الأول هو الاعتراف الرسمي بحق إيران بامتلاك تقنية نووية سلمية. الشيء الثاني هو مراجعة العقوبات التي فرضت على إيران خلال السنوات الماضية، وترى طهران أنها كانت ظالمة وجائرة بسبب تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطبعا لديها إيران مبادرة مهمة من 7 نقاط ربما سيقدمها اليوم السيد ظريف إلى دول 5+1، تتكون من 7 نقاط. هذه النقاط السبعة ممكن أن ترضي جميع الأطراف وأن يخرج الجميع من هذه الاجتماعات بصورة رابحة. ما الذي يجعل ربما هذه البنود السبعة وهذه المبادرة الإيرانية سترضي كل الأطراف؟ عندما تقول أنه طهران تريد مراجعة العقوبات، ما الذي ستقدمه بالمقابل؟ يعني بتحت مسمى تنازلات أو بما يقابل رفع العقوبات أو تجميدها؟ يعني الدول 5+1 اليوم نرى أنها تؤيد بالكامل أن من حق إيران امتلاك تقنية نووية سلمية. هذه نقطة أعتقد مهمة جدا ويمكن البناء عليها. النقطة الثانية أن بعض هذه الدول تقول أن هناك إبهامات واستشكالات واستفهامات حول البرنامج. إيران تقول أنه قدموا كل هذه الإشكالات بصورة مكتوبة وسنرد عليكم بأدلة مستندة ودامغة يمكن أن تزيل هذه الإشكاليات الموجودة لديكم. إذن أنا أعتقد من خلال إيجاد آلية محددة يمكن التفاهم مع الأطراف المعنية. سيد أمير موسوي مدير مركز دراسات استراتيجية والعلاقات الدولية، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من طهران. وفي شأن السوري، كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سلم نظيره الأمريكي جون كيري في لقائهما الأخير معلومات تؤكد تورط المعارضة السورية في الهجوم الكيميائي قرب دمشق. وقد نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن لافروف أن روسيا تعتقد بوجود أدلة مقنعة جدا على تورط المعارضة في هجوم الغوطة الأخير. وفي مجلس الأمن نفت روسيا توصل الاتفاق بشأن مشروع القرار بخصوص السلاح الكيميائي الروسي بعد تسريبات بهذا الشأن. غنادي غاديلوف نائب وزير الخارجية الروسي توقع التوصل إلى توافق بشأن نص مشروع القرار الدولي في غضون 2 يوم. وقال غاديلوف في حديث صحفي أن المحادثات بشأن مشروع القرار تجري بوتيرة جيدة، وأكد أنه سيتضمن ذكر الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن تطبيقه لن يتم تلقائيا.
هذا وقد قال سيرجي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قال إن بعض دول حلف الناتو تحاول تكرار السيناريو الليبي في سوريا. وقال ريباكوف خلال المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في روسيا، قال إن مجموعات من دول حلف الناتو تنتهك بنشاطها المبادئ التي حددها مجلس الأمن الدولي، وبذلك تحاول تكرار السيناريو الليبي في سوريا. وفي سياق سوريا، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن أول خطوة مشتركة بين إيران وتركيا هي الحيلولة دون أن تسوء الأوضاع في سوريا. روحاني وخلال لقائه نظيره التركي عبدالله جل في نيويورك حذر من خطر الإرهاب على المنطقة، داعيا إلى العمل على خروج المجموعات الإرهابية من سوريا. الرئيس التركي من جانبه أكد ضرورة التعاون مع إيران ودول المنطقة لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى دور إيران البناء في حل مشاكل المنطقة. الرئيس السوري بشار الأسد قال إن خطاب نظيره الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة مليء بالادعاءات والأكاذيب، موضحا أن سياسة واشنطن لم تتغير، ما يعني أن احتمال العدوان على سوريا قائم. وأضاف الأسد في حديث للتلفزيون الفنزويلي أن الحديث عن الفصل السابع لا يقلقنا لأن سوريا تلتزم بالاتفاقات التي توقع عليها. وفي مناسبة أخرى، نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن زوار التقوا الرئيس الأسد قوله إن السلاح الكيميائي كان يشكل عبئا على سوريا وأنه لم يعد رادعا، وإن لدى سوريا ما يعمي بصر إسرائيل في لحظات. كشف أمامهم عن تعهد روسي بإرسال قوات إلى سوريا لصد أي عدوان يمكن أن تتعرض له. الأسد أبدى اطمئنانه إلى أن الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله قادر على احتواء تداعيات أي عدوان على سوريا، واصفا إياه بسيد الوفاء. الأخبار نقلت عن الأسد وصفه خصوم سوريا بالمتوترين الذين منيوا بفشل ذريع، وإذ أبدى ارتياحه للموقف العراقي وتفاؤله بمستقبل مصر أكد عدم ثقته بالقيادة السعودية، وأشار إلى أن وفودا أوروبية طرحت إعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق. ومن نيويورك ينضم إلينا مراسل الميادين هناك نزار عبود. نزار، هناك تضارب ربما حتى في ما يصدر من التصريحات الروسية حول مشروع القرار الذي يتم درسه حول السلاح الكيميائي السوري، ما الجديد حول هذا الموضوع وما المؤكد حول هذا المشروع؟ المؤكد أن هناك مفاوضات مستمرة، وطبعا وجود لافروف في نيويورك ووجود كيري أيضا في نيويورك في حد ذاته يعطي زخما لأي مفاوضات. يحاول طبعا الطرف الغربي تمرير المشروع الفرنسي الذي وضع منذ أسابيع والذي كان شديد اللهجة ويهدد ويرمي إلى الضغط كثيرا على سوريا، لكن بالطبع روسيا قدمت مشروع قرار قبل أسبوع، وهذا المشروع قدمته من أجل التباحث بشأنه، لكن الأمريكيين سارعوا إلى تسريبه بعكس الاتفاق الثنائي بينهما، سارعوا إلى تسريبه إلى الوكالات، وبالتالي أجهضوا تقريبا هذا المشروع. أعتقد أن المفاوضات ستستمر. عندما نقول أجهض هذا التسريب المشروع، نتحدث عن أنه كلام واضح أنه هذا المشروع لم يعد مطروح للنقاش، أم أنه ستختلف بنوده؟ بالتأكيد عناصره ما تزال مطروحة للنقاش. الروس متمسكين بموقف واضح بأنهم لا يريدون الفصل السابع، لا يريدون إحالة أحد إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل التثبت من هو الذي استخدم الكيميائي. هناك محاولات جرجرة للموضوع الكيميائي كثيرا في الأمم المتحدة. سمعنا أمس تصريح واضح من الناطق الرسمي باسم الأمين العام بأنه ربما لا يذهب المفتشون إلى خان العسل مثلا بعد أن مضى 6 أشهر أو أكثر عليه، ربما لم يكن هناك دلائل. هناك شك روسي في صدق تمرير مشروع القرار أو في صدق المضي قدما في التحقيق الكيميائي، لأن ربما الطرف الغربي لا يريد أن يدين المعارضة وهي ورقته الوحيدة في هذا الحال. هناك اليوم اجتماع للمجموعة للائتلاف السوري في نيويورك يحاولون تمرير هذا الاجتماع وكما لو كان مشروعة وشرعية داخل الأمم المتحدة ضمن ندوة معينة رتبت بدعوة فرنسية. كل هذه المحاولات، هناك أوراق طبعا، كل طرف في هذه اللحظات يحاول أن يلعب أوراقه إلى أقصى درجة ممكنة. نعم نزار، لكن بالتأكيد هناك شك في أنهم يريدون التوصل إلى
الحقيقة الفعلية بالنسبة للكيميائي. والتوصل ربما لمشروع قرار دولي في الأمم المتحدة ووضع ربما توقع هو من جنادي جاتيلوف أنه في غضون يومين يبدو كل المؤشرات التي ذكرتها لا توحي بالوصول إلى هذا الاتفاق بيوم. ربما جاتيلوف يريد أن يؤكد نحن ماضون ومستعدون للمضي إلى النهاية في الموضوع في تأكيد نزع السلاح الكيميائي من سوريا، ونحن نريد الحقيقة ونريد أن لا يستخدم هذا السلاح مستقبلا. هناك خشية حقيقية من أن المعارضة التي تمتلك سلاحا كيميائيا أن تستخدمه في غير ساحة، وهذه الخشية موجودة. لكن طبعا هناك ألعاب سياسية كثيرة في المنطقة وهناك توازنات، وبالتالي لا أعتقد أن الأمريكيين جادون فعليا في مشروع التخلص من الأسلحة الكيميائية. أشكرك نزار عبود مراسل الميادين في نيويورك، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وفي تطورات الانشقاقات بين فصائل المعارضة السورية، شكل إعلان 13 فصيلا مسلحا عدم اعترافه بشرعية الائتلاف الوطني السوري المعارض شكل صدمة إضافية وطرح عليه تحديات كثيرة. بسان طراف. من يتابع المشهد الميداني في سوريا يلحظ بوضوح صعود التنظيمات والألوية الإسلامية المتشددة وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة وسيطرتها على العديد من المناطق مقابل تراجع لحضور الفصائل المنضوية تحت لواء الجيش الحر. كان ينقص إعلان 13 فصيلا مسلحا عدم اعترافه بشرعية الائتلاف الوطني ولا برئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمي ليضاعف من مأزق هذا الجيش الذي تشكل من الضباط والجنود المنشقين. إعلان هذه الفصائل المسلحة جاء فيما كان وفد من الائتلاف الوطني المعارض يزور نيويورك لعقد سلسلة لقاءات سياسية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما شكل ضربة لحراكه السياسي حيث بدا الائتلاف من خلفه الجيش الحر وقد انتزعت منه سلطة القرار الميدانية، ما جعل ادعاءه بتمثيل أطياف المعارضة السورية غير واقعي. الجرب وجد أمامه العديد من الأسئلة في نيويورك لم يكن يملك الإجابة عليها، ولا سيما موقف الائتلاف من الجماعات الإسلامية المسلحة وما علاقتها بالجيش الحر، ولماذا اندلعت فجأة المعارك بين الطرفين ومن هي مرجعيتها. وقد وجد الجربة والوفد المرافق له مقابل المطالب التي حملوها إلى الجانب الأمريكي والمتعلقة بتسليح الجيش الحر أسئلة عن قلقه من أن المجموعات المسلحة هي التي تسيطر عمليا على الأرض، وأن موقف المجموعات المسلحة 13 تعتبر مؤشرا جديدا على أن الأسلحة قد لا تستطيع هيئة رئاسة الأركان في الجيش الحر ضبطها، وبالتالي ربما تصل بسهولة إلى الجماعات المتشددة. التنظيمات الجهادية المتكاثرة لعبت دورا متزايد التأثير على الساحة السورية، كتائب كثيرة في الجيش الحر انضوت تحت لواء هذه المجموعات. أين الجيش الحر ميدانيا اليوم؟ سار الحاف. أهلا بكم. منذ أكثر من عامين حجزت الكثير من الحركات والتنظيمات الجهادية مساحة في المشهد السوري، من تنظيم جبهة النصرة إلى لواء الإسلام وأحرار الشام والدولة الإسلامية في العراق والشام داعش التي ذاع صيتها أخيرا. تنامت قوة الجماعات الجهادية في سوريا نتيجة استمرار توافد الدعم المالي والبشري الخارجي، ونسب البعض كل ما تحققه هذه الجماعات للجيش الحر، جماعات حددت هدفها منذ البداية العمل على إقامة إمارة إسلامية. إذن الكتائب المقاتلة في صفوف الجيش الحر كادت تذوب في الجماعات الجهادية. ففي الرقة مثلا تحدثت شهود عيان أنه خلال الأسبوعين الماضيين تخلت بعض الجماعات الصغيرة التي كانت ترتبط إداريا بالجيش الحر عن إدارتها المركزية واندمجت ضمن جماعات أخرى، حيث بايع ثوار الرقة والمنتصر بالله جبهة النصرة. هذان التنظيمان تابعان للجيش الحر، كما بايع لواء صلاح الدين والكتيبة 313 داعش، أما لواء أمناء الرقة فبايعوا تنظيم أحرار الشام. تطورات لها انعكاساتها السياسية بالطبع، أكثر من 13 مجموعة عسكرية معارضة رفضت العمل تحت مظلة الائتلاف والحكومة المؤقتة التي ينوي أحمد طعمي تشكيلها. ثلاث جماعات على الأقل كانت تعتبر في السابق جزءا من الجيش الحر أصدرت بيانا يدعو لإعادة تنظيم المعارضة في إطار إسلامي وتحت قيادة جماعات تقاتل داخل سوريا. جبهة النصرة ولواء التوحيد ولواء الإسلام بين الموقعين، كما انضم إلى البيان لواء عاصفة الشمال الذي يقاتل الدولة الإسلامية في العراق والشام في مدينة عزاز قرب حدود تركيا. تطورات اضطرت رئيس هيئة الأركان في الجيش الحر اللواء سليم إدريس إلى قطع زيارته لباريس والعودة إلى الداخل السوري للتحاور مع قادة عدد من الكتائب الإسلامية
بحسب مصادر صحفية. السلام عليكم. أهلا بكم من جديد في الظهيرة من الميادين. في العراق تجددت الهجمات الإرهابية صباح اليوم في العاصمة بغداد وحصدت 23 قتيلا وعشرات الجرحى. التفجير استهدف أحد الأسواق ولاحقا قتل وجرح عدد من المدنيين بانفجار عبوة ناسفة في حي واحد حزيران جنوب كركوك. وقد نجا محافظ الأنبار أحمد الذيابي من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في منطقة البوفراج شمال الرمادي. وفي التطورات أيضا الميدانية وعلى وقع التفجيرات، أخفقت الكتل السياسية العراقية مجددا في التوصل إلى صيغة موحدة بشأن قانون الانتخابات، فيما استبعدت اللجنة المعنية به التصويت عليه هذا الأسبوع. وبحسب مصادر مطلعة فإن النقاط الخلافية حول المسودة مستمرة. الكتل النيابية العراقية مرة أخرى وعدم التوافق لإقرار قانون الانتخابات، وبين من يطالب باعتماد القائمة المغلقة التي تحرم الناخب حق اختيار المرشح ومن يؤيد القائمة المفتوحة، تجمع الأحزاب الصغيرة على إبقاء النظام الانتخابي الحالي، فهو اعتمد في انتخابات مجالس المحافظات في توزيع المقاعد عبر تقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب أو كتلة على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية. الكتل تريد أن تحصل على أكبر عدد من المقاعد حتى يكون لها نفوذ لاحق في السلوك السياسي والتشريعات القانونية. هذا القانون بحاجة إلى توافق وبحاجة إلى رضا الجميع حتى يكون قانون فاعل، لأنه سياسة الدولة العراقية لأربع سنوات القادمة ستعتمد بشكل مباشر على هذا القانون، والجميع يعلم المتغيرات الحاصلة في الوقت الحاضر. الكتل السياسية شبه متفقة على قانون الانتخابات باستثناء التحالف الكردستاني، فالأكراد مستمرون بالمطالبة بأن يكون هناك 50 مقعدا تعويضيا تمنح للكتل الكبيرة، وهذا التوجه يعني حسب المراقبين تحكم رؤساء الكتل بسدس مقاعد البرلمان. هنالك خلافات أو هنالك وجهات النظر متباينة بين القوى السياسية، نحن آمل خلال هذا الشهر ستنجز هذا المشروع إن شاء الله، نحن نريد أن ندخل الانتخابات بقانون جديد. وسبق أن طالبت اللجنة القانونية النيابية رئاسة البرلمان بإلغاء فقرة المقاعد التعويضية من قانون الانتخابات، معتبرة أن المسألة ضياع لصوت الناخب العراقي. أشهر تفصل الكتل والناخب العراقي عن الانتخابات النيابية، والارتباك السياسي سبب رئيسي لمراوحة قانون الانتخابات مكانه منذ دورتين نيابيتين. وقد تلجأ الكتل السياسية مرة أخرى لأسلوب الصفقات لتمرير هذا القانون مع غيره من القوانين. عبدالله بدران، بغداد، الميادين. إلى السودان، حيث ارتفع عدد ضحايا المواجهات إلى 29 معظمهم في العاصمة الخرطوم. واليوم منعت السلطات السودانية عقد اجتماع لأحزاب المعارضة السودانية في أم درمان بالخرطوم، كما صادرت السلطات صحيفة ومنعتها من الصدور فيما احتجت ثلاث صحف على الظهور أو احتجبت ثلاث صحف على الظهور احتجاجا على الأوضاع أيضا، وهي القرار والأيام والجريدة. هكذا بدأ المشهد في السودان بعد قرارات التقشف التي أقرتها الحكومة وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات. احتجاجات عفوية سرعان ما تحولت إلى مواجهة عنيفة بين المحتجين ورجال الأمن، تسببت بشلل كلي للعاصمة الخرطوم. المحتجون أضرموا النيران في عدد من السيارات ومحطات الوقود وبعض المؤسسات الحكومية وفي المقر الرئيسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فيما ردت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. وتحدثت أنباء وشهود عيان عن ميليشيات مدنية مدججة بالسلاح قدمت الدعم للشرطة في مواجهة المحتجين. الطلبة هم الجزء الأكبر من المحتجين، نظموا تظاهراتهم في جل المدارس والجامعات في الخرطوم وضواحيها، ورددوا شعارات معادية للنظام الحاكم. وعلى الفور أعلنت السلطات الرسمية تعليق الدراسة حتى نهاية الشهر الحالي. الشلل الذي أصاب الخرطوم لم يؤدي إلى إغلاق الطرقات والمؤسسات الحكومية فحسب، بل إن شبكة الإنترنت توقفت في العاصمة على نحو كامل، ولم يعرف ما إذا كان توقف الإنترنت بسبب عطل أم هو قرار حكومي. وتعيش السودان بين مد الاحتجاجات الشعبية وجزر الهدوء الحذر بعد الانفصال عن الجنوب الذي تسبب بتضخم اقتصادي كبير وبارتفاع أسعار السلع والمحروقات، اللذين يتحمل المواطن السوداني الجزء الأكبر منها.
ومن الخرطوم ينضم إلينا مراسل الميادين هناك محي الدين جبريل. محي الدين، هذه المواجهات يمكن أن نتحدث عن مواجهات مستمرة، كيف تتوزع وهل ما زالت في إطار ردود الفعل؟ هل دخلت المعارضة على خطها ربما بتنظيم أكثر؟ ما الذي نشاهده على الأرض؟ الذي نشاهده على الأرض الآن هو من الصباح الآن تقريبا تبدو الأحوال شبه هادئة، عدا بعض البؤر مثلا في منطقة الخرطوم بحر شمال الخرطوم، هنالك تظاهرات اندلعت عقب تشييع أحد القتلى قبل حوالي 3 ساعات تقريبا. الآن يبدو أن الأمور عادت هادئة في منطقة الصافية وشنبات في الخرطوم البحري. الجديد في الموضوع هو أن الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان المرغني، هو أحد أحزاب المعارضة السابقة الكبيرة قبل أن يخوض في تحالف حكومي، أعلن قبل قليل اعتراضه على ما اسمه التصرفات الحكومية مع المظاهرات. طلب الحكومة أيضا بوقف العمل على وقف العنف، وطلبها بالتراجع عن السياسات الاقتصادية حتى تعود الأمور إلى نصابها حسب المتحدث. طيب، باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي، المؤتمر ربما نزل منعقدا حتى الآن. الإنترنت عادت من جديد محي الدين، وكنت تتحدث عن ردود فعل بإطار حزب معارض، وهناك تعامل أو تعاطي إعلامي أيضا، هناك احتجاج. طريقة التعاطي الحكومي هل هناك من جديد؟ طريقة التعاطي الحكومي اليوم، نزل الجيش السوداني أو نزلت مجموعات من الجيش السوداني لحماية بعض المنشآت الحيوية مثل محطات الوقود. شاهدنا في عدد من محطات الوقود أفراد من الجيش، وهذه ربما تعتبر المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش السوداني بمثل هذه المهمة في العاصمة الخرطوم منذ أكثر من عقدين من الزمان. أيضا شاهدنا أطواف كبيرة للسيارات الشرطة رباعية الدفع، وللمرة الأولى نشاهد عليها مدافع دوشكا تتحرك في وسط الخرطوم. قبل أن في السابق كانت تتحرك أفراد من الشرطة بأسلحة خفيفة، ولكن ما شاهدناه الآن هو سيارات دفع رباعي عليها مدافع دوشكا. في هذه السيارات تجوب أكثر من 3 أطواف قابلتنا إحنا في أثناء تجواننا في العاصمة الخرطوم. أيضا ننتظر بعد قليل اجتماع للمكتب السياسي للمؤتمر الوطني الحاكم، وننتظر أن يخرج الحزب بمواقف لا نعلم إن كانت ستكون جديدة. إذن في الجديد أنه الجيش السوداني نزل على الأرض، وهذه يعني كما قلت هي يعني تعتبر سابقة تسجل. هي وحدات صغيرة، وحدات صغيرة من الجيش السوداني وليس بمفهوم نزول الجيش. وجيد هذا التوضيح. كنا نتحدث لأنه يبدو أنه عند عودة الإنترنت هناك استعمال ربما لمواقع التواصل الاجتماعي، وربما يكون هناك بداية لدعوات غدا. هل هناك تنظيم لما شهدناه في دول أخرى انطلاقا من بعد صلاة الجمعة؟ نعم، الرامية إذا كانت هنالك احتجاجات أو ثورات أو تظاهرات، سميها كل شخص يسميها بطريقته، في الدول العربية سميت بثورات الفيسبوك، فيما الذي يحدث في السودان الآن فلنقل هو احتجاج أو ثورة أو ما إلى ذلك هو الواتساب. الواتساب لعب دور كبير جدا جدا في تحريك هذه الاحتجاجات، في تحريك الدعوات. الآن نلاحظ دعوات على في مجموعات في الواتساب، دعوات للتظاهر يوم غد سميت بمسميات مختلفة، ولكن جميعها متفقة على الخروج في تظاهرات من المساجد عقب صلاة الجمعة. أشكرك محي الدين جبريل مراسل الميادين في الخرطوم، كنت معنا من هناك عبر الهاتف. إلى تونس، حيث انطلقت التظاهرات الاحتجاجية التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل في كافة جهات البلاد للمطالبة بتطبيق خارطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار بهدف تجاوز الأزمة السياسية في البلاد. وتشهد مناطق التظاهرات توافدا للمحتجين، على الرغم من أن حركة النهضة قد قامت أمس بخطوة استباقية معلنة قبولها بمبادرة الرباعي الراعي للحوار. النهضة، وفي بيان وقعه رئيسها الشيخ راشد الغنوشي، دعت إلى الدخول فورا في حوار وطني على قاعدة المبادرة، وجددت دعوتها كل الأطراف لتجاوز خلافاتها عفوا بالحوار، وإلى البحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالي. والمزيد معنا من تونس مراسلة الميادين هناك سميحة بوغانمي. سميحة، نستطيع أن نقول أن التظاهرات انطلقت في فعل في تونس في المحافظات والمدن الداخلية، ولماذا لا تنطلق من العاصمة؟
نعم رانيا، انطلقت قبل قليل عديد المسيرات في جهات مختلفة من البلاد، من ذلك محافظة الساقس، المهدية، سليانة، تطاوين، الكاف، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وكذلك أحزاب المعارضة الذين تفرقوا على الجهات. فمثلا في محافظة الكاف قبل قليل تجمعت حشود غفيرة من نقابيين ومواطنين ومكونات المجتمع المدني والسياسي أمام المقر الاتحاد الجهوي، وانطلقت مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة. هذه المسيرات طالبت بتفعيل خارطة الطريق، وقد سجلت مشاركة جبهة الإنقاذ المعارضة والاتحاد العام لطلب تونس في هذا الحراك الذي انتظم تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد من أجل تفعيل خارطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والمطالبة بالرحيل. رامي، المسيرات لم تنطلق من العاصمة، انطلقت من الجهات الداخلية، ومن المتوقع أن تختتم هذه المسيرات بمسيرة وطنية في وسط العاصمة. هذه المسيرة كان قد أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن ما زال إلى حد اللحظة لم يتم تحديد تاريخها بالضبط. إذن هي ستستمر لأيام، نفهم منك سميحة، للوصول إلى هذا المشهد في الذروة في العاصمة؟ نعم، المسيرات ستستمر إلى أيام. اليوم انطلقت بعض الولايات، أيضا غدا وبعد غد إلى يوم السبت ستتواصل هذه المسيرات في انتظار أن تتوج بمسيرة وطنية. وكانت رانيا جبهة الإنقاذ تفضلي. وكانت جبهة الإنقاذ قد وجهت عشية أمس رسالة إلى تراك الحاكمة، مفادها إما توقيع الخط على خريطة الطريق المقترحة أو تهديد باللجوء إلى الشارع. إذا هذا تحرك الشارع كانت حركة النهضة قد ردت عليه في بيان، وأيضا اليوم في تصريح للميادين أكد رئيس مجلس الشورى فتح العيادي أن التحركات الشعبية التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل لم يتفاعل مع الشعب، وستكون لها انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي، خاصة أن حركة النهضة قد أعربت. وهذه الجزئية حتى لو نفهمها سميحة، ما المشكلة في فهم هذه الموافقة التي تتكرر اليوم عن لسان حركة النهضة؟ اليوم بيان واضح، ما المشكلة في فهم هذه الموافقة بالنسبة للطرف المعارض وتحديدا للاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو الطرف يعني الراعي لهذه المبادرة ومع الأطراف الثلاثة الأخرى؟ نعم رامي، هي نقطة الاختلاف أن المنظمات الراعية للحوار والمعارضة تطالب كشرط أساسي للجلوس على طاولة الحوار استقالة الحكومة، وهما رفضته حركة النهضة، يعني قبلت الدخول في الحوار ووضع رزنامة واضحة ثم استقالة الحكومة. نعم، أن يبدأ الحوار باستقالة الحكومة. أشكرك نعم سميحة. وهو ما رفضته حركة النهضة. أشكرك سميحة بوغان من مراسلة الميادين في تونس، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وحول الوضع على الحدود مع ليبيا، نشرت صفحات تونسية على الانترنت مقطع فيديو قالت إنه لمسلحين ليبيين دخلوا إلى تونس عند معبر راس جدير وهاجموا الوحدات العسكرية التونسية المتمركزة في المعبر، ويسمع في الفيديو أصوات إطلاق رصاص عند المعبر. أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا تاريخ إيداع الترشحات للانتخابات البلدية والبرلمانية، وفي بيان صادر عنها حددت اللجنة شروط الترشح وأعداد اللوائح الانتخابية وتواريخ التزكية وأجال إيداع الترشحات لدى اللجان المحلية للجنة المستقلة. يذكر أن أجال إيداع الترشيحات حددت إلا أن المعارضة والنظام الموريتاني على خلاف بشأن موعد الاستحقاقات المزمع إجراء الشوط الأول منها في 23 من نوفمبر المقبل. وفي لبنان وأزمته الحكومية الطويلة، حيث تراجعت بعض القوى السياسية في لبنان وفي المقدمة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، تراجعت عن تأليف ما يعرف بحكومة الأمر الواقع بعد تخلي النائب وليد جنبلاط عن صيغة لا تؤمن الثلث الضامن لقوى الثمن من آذار. عباس صباخ. أعاد النائب وليد جنبلاط خلط الأوراق في لبنان، فالرجل أعلن صراحة رفضه إعادة النظر في الصيغة الحكومية التي حظيت بموافقة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام. حكومة في حال تشكيلها وفق الصيغة السابقة ستمكن قوى الرابع عشر من آذار مارس من امتلاك القرار السياسي لمجلس الوزراء. حكومة غالب ومغلوب، في حين أن المعادلة هي على عكس الغالب والمغلوب. اثنين، والأهم من ذلك، أن هذه الحكومة التي لا تراعي الأحجام النيابية الحقيقية لأي فريق هي حكومة تحمل في طياتها ما يسمى بالانعزال، ولكن أخطر من الانعزال، الأمر الواقع الذي سوف ينشأ
عن انكفاء فئة مشاركة في الحكومة عن المشاركة في مثل هذه الحكومة. قوى الرابع عشر من أذار وبحسب خصومها كانت تراهن على العدوان الأمريكي على سوريا لتعزز موقعها في المعادلة الداخلية. حتى اليوم ما في ولا يوم راهننا على الخارج، لازم يقوموا بواجباتهم ولازم يألفوا حكومة. من بعد ست أشهر استشارات وأخذ وعطاء وزيارات، اليوم أصبح من الملح تأليف حكومة. لا نحن ما بنتفاجأ ولا بأي موقف من الأستاذ وليد جنبلاط، يعني لأنه يعني هو عنده نظرته للأمور وهذه النظرة بتتغير بحسب الأحوال. يعني الإخفاق في تشكيل الحكومة بعد نحو ستة أشهر من تكليف تمام سلام يبقي البلاد في دائرة الفراغ مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. تأليف الحكومة في لبنان لا يزال أسير التجاذبات الداخلية وتداعيات الأحداث في سوريا، ولا يبدو أن توافقا يلوح في الأفق ما لم ينجلي غبار المعارك الدائرة على الأراضي السورية. في مصر أفاد مراسل الميادين بأن انقطاع الاتصالات بكل فروعها في مناطق شمال سيناء تجدد اليوم. وكان شخص قد قتل أمس على يد مسلحين اعترضوا طريقه على طريق الشيخ زويد الجورة شمال سيناء وأطلقوا النار عليه بعد توقيف سيارته. كذلك أفاد مراسل الميادين عن إصابة 4 من رجال الأمن نتيجة انفجار عبوة ناسفة بجوار مدرعاتهم أثناء سيرها على طريق سكادرا الساحلي بالشيخ زويد. وأفاد سكان عن سماع انفجار قوي في الجانب الغربي من المدينة، ورجحوا أن تكون قنبلة استكشافية استخدمتها القوات المصرية خلال ملاحقتها المسلحين. قتل 6 أشخاص في هجوم شنه مسلحون يشتبه بأنهم إسلاميون متطرفون على مركز للشرطة الهندية في ولاية جامو وكشمير قرب الحدود مع باكستان. يأتي هذا الهجوم فيما يتوقع يجتمع رئيس الوزراء الهندي مانمهان سينغ مع نظيره الباكستاني نواز شريف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة العنف في منطقة كشمير المتنازع عليها. ننتقل إلى فرنسا، ومع قضية إنسانية وحقوقية بدأت تثير انتقادات في وجه الحكومة الفرنسية، فقد بدأ بترحيل الغجر من مراكز إقامتهم في الأراضي الفرنسية، القرار اتخذته الحكومة الفرنسية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا القرار نتوقف مع هذا التقرير مع زياد عتاني. لا تزال تصريحات وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس بشأن غجر فرنسا تلقى انتقادات واسعة في أوروبا والمنظمة الدولية. فالوزير الفرنسي الذي تخطى الخطوط الحمراء حسب إعلان المنظمة المناهضة للعنصرية في فرنسا خرج قبل يومين ليعلن أنه لا حلول سوى اقتلاع مخيمات الغجر وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بحجة عدم قدرتهم على الاندماج في المجتمع الفرنسي. اليمين الفرنسي لاقى فالس في تصريحاته، فوزيرة السكن التابعة لحزب الخضر الفرنسي سيسيل ديفلو دعت إلى الابتعاد عن الأفكار المسبقة في إشارة منها إلى الهجوم الذي تعرض له فالس. أما زميلها الاشتراكي في الوزارة أغنو مونتباغ رأى أن فالس بالغ في تصريحاته ودعاه إلى تصحيح أقواله. المفوضية الأوروبية للعدالة هاجمت فالس وردت تصريحاته إلى أسباب سياسية انتخابية مذكرة بالقوانين الأوروبية التي من المقرر العمل بها منتصف نيسان أبريل المقبل والتي تمنح غجر أوروبا حق السفر في منطقة جينيغن الأوروبية. وذكرت المفوضية حكومة فرنسا بمبادئ حق في الإقامة في بلدان الاتحاد. منظمة العفو الدولية كشفت أن نحو 10,000 من غجر فرنسا تعرضوا للطرد من معسكراتهم، أي ما يناهز نصف العدد المقيم هناك، وأشارت إلى أنهم هاموا على وجوههم متنقلين في منازل مؤقتة. يذكر أن الغجر في أوروبا يتجاوز عددهم 8 ملايين شخص بين رومانيا وبلغاريا وإسبانيا وفرنسا، وهم يزاولون مهنا محددة في قطاعي الزراعة والبناء. أهلا بكم من جديد في الظهيرة من الميادين ومباشرة إلى اقتصاد الظهيرة مع إليسار كرم. تفضلي. شكرا رامي. أهلا بكم.
الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها للشهر الثاني على التوالي، وذلك في آب أغسطس الماضي، ووصلت إلى 1,620,000,000,000 ريال. هذه الأصول الاحتياطية ارتفعت بنسبة 14% عن مستوياتها العام الماضي، علما أنها تشمل الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. 4,300,000,000,000 دولار قررت حكومة أبو ظبي إنفاقها على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بينها تطوير شبكة طرق تربط مدينة أبو ظبي بالسعودية ودبي، إضافة إلى تطوير شبكة كهرباء الإمارة ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي وبناء مستشفى في مدينة العين. وتستثمر أبو ظبي أغنى إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات في مجالات الصناعة والسياحة والبنية التحتية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. كما رفعت الانفاق على الاسكان والخدمات الاجتماعيه لمواطنيها منذ الانتفاضات الشعبيه التي عمت بعض البلدان العربيه. وقعت وزارة المالية الأردنية على اتفاقيتي قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 120,000,000 دولار في إطار التعاون المشترك بين الأردن والصندوق ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به المملكة. ويهدف القرض إلى تعزيز الأسس الضرورية لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التوازنات الاقتصادية. الفرنسيون يتشاركون المعاناة نفسها مع اليونانيين والإسبان وشعوب أوروبية أخرى، ذلك أن الحكومة الفرنسية ستعتمد التدابير التقشفية نفسها، فقد أقرت زيادة في ضرائب تصل حصيلتها إلى 3 مليارات يورو في الموازنة المقررة للعام المقبل، كما قررت خفض نفقات الدولة وإلغاء أكثر من 13,000 وظيفة عامة اعتبرت غير ضرورية مقابل تأمين 11,000 وظيفة أخرى. واعتمدت الحكومة على خفض الإنفاق العام بنحو 15 مليار يورو ضمن خطط تستهدف خفض 18 مليارا من حجم العجز المالي. في المقابل رفعت الحكومة الضرائب على القطاع العائلي وخفضت الضرائب على أرباح الشركات. الميزانية الجديدة تهدف إلى تعزيز فرص العمل، هذا هو الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية لدينا، وهذا هو على رأس أولويات رئيس الجمهورية. لا أريد الدخول في تفاصيل مسألة الإعفاء الضريبي، ولكن أود أن أشير إلى أن هدفها السماح بإنشاء 300,000 وظيفة في القطاع الخاص. الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة بطيئة نسبيا لكنها منسجمة مع توقعات المحللين، فقد حقق نموا نسبته 0.7% في الربع الثاني من العام الجاري. ويتوقع المراقبون يتسارع إيقاع النمو الاقتصادي في الربع الثالث ليصل إلى حوالي 1%، ما يشير إلى تعافٍ بطيء في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعا البناء والصناعة، يليهما قطاع الخدمات. ختام الموجز وعودة إليك رامي. في زاوية صغيرة في أحد أهم أسواق قطاع غزة المحاصر، عكف سليم الرئيس على اقتناء أقدم الحاجيات للحاجيات القديمة مثل العملات النادرة والطوابع البريدية، إضافة إلى أقدم المجلات العربية والمشغولات النحاسية والفخارية وتعود إلى عصور قديمة. حبه لاقتناء هذه الأشياء دفعه إلى افتتاح خان الأنتيكا. في محله الصغير وسط سوق الزاوية القديم بمدينة غزة، يتنقل سليم الرئيس بين مقتنيات قديمة فريدة وغريبة في شكلها. حبه لجمع الحاجيات القديمة دفعه لاحتراف المهنة هذه، تاركا مجال دراسته ليصبح بعدها مالكا لأحد أهم الخانات لبيع الأنتيكا في المدينة. هي في البداية هذه هواية، والهواية طبعا تطورت أصبحت كمهنة، وأنا يعني هاوي الأنتيكا من زمان من الصغر، وبالتدريج كنت يعني اقتني الاشياء هذه وما كنتش ابيعها في السابق يعني، واصبحت كمهنه صرت ابيع واشتري في المقتنيات هذه.
كتب ولوحات عتيقة يملأها الغبار تسكن أرفف المحل، وآثار ومقتنيات مصنعة على الطراز القديم، ومشغولات خشبية ونحاسية لحضارات فرعونية وإفريقية، علاوة على قوارير فخارية تعود للعصور البيزنطية والرومانية، وعملات وطوابع بريدية تعود للعصور القيصرية ما زالت تحتفظ برونقها. أنا بتمنى أنه يعني الشعب الفلسطيني يكون عنده وعي أكثر في تراثه الفلسطيني، يعني يكون حتى أنا بتمنى أنه الشباب اللي طالعين الصغار هذا تتنمى عندهم الهواية هذه. روايات نادرة لا توجد في المكتبات العادية تتوفر هنا وبأسعار زهيدة، ورغم القلة الذين يزورون المكان إلا أن سليم لا يفكر بترك مهنته هذه أبدا، فعلى ما يبدو أنه صار صديقا لهذا الخان الذي يأمل أن يلقى مزيدا من الاهتمام من الناس والمسؤولين. أنا بكون سعيد إذا أنا اقتنيت أشياء قديمة، كتب قديمة مش متوفرة في أي مكتبة أخرى. إلى جانب هدفه من الكسب المادي، يرى سليم بأن المتعة التي تتحقق له بين جوانب هذا الخان توفر له جانبا كبيرا من السعادة والتسلية. ليس من السهل أن تمر على عدة حضارات في دقائق معدودة إلا بزيارتك لهذا الخان الذي يقول صاحبه أنه لن يترك العمل فيه حتى لو اضطر إلى تحويله لمعلم أثري، والأمل يحذوه بأن تولي الجهات المسؤولة اهتماما أكبر بهذه المهنة قبل الاندثار. أحمد غانم، غزة، الميادين. ومباشرة إلى أخبار الرياضة في الظهيرة، وإلى محمد جرادي بقامته الطويلة والرياضية، تفضل. شكرا لك رامي. السلام عليكم. هجوم كاسح شنته الصحافة الإنجليزية والفرنسية اليوم على قطر على خلفية شيوع خبر وفاة عمال النباليين في الدوحة. غارديان والإكيب استندتا إلى بيان الاتحاد الدولي للنقابات الذي سلط الضوء على معاناة عمال منشآت مونديال قطر وظروف عملهم القاسية. الصحيفتان استندتا إلى تقرير السفارة النيبالية في الدوحة لكشف قضية وفاة 44 عاملا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معظمهم بسبب جلطات دماغية. متجاهلا الفيضانات التي تغرق سوتشي، تفقد فريق التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية منشآت الألعاب الشتوية للمدينة الروسية. الفريق الدولي اختبر بعض ملاعب المسابقات فيما فحص المنظمون بعض المنشآت التي تحتضن المنافسات في شباط فبراير المقبل. المدينة القابعة في حال طوارئ بسبب الانهيارات الطينية بدت واثقة من إنجاز استعداداتها في الوقت المحدد بحسب تقارير رفعت إلى الأولمبية الدولية. إخفاقات الدوري الإنجليزي الممتاز حتمت على مانشستر يونايتد ردة فعل قوية في الكأس، والضحية كانت الغريم التقليدي ليفربول. هدف واحد سجله المكسيكي خافيير هرنانديز عبر بالريد ديفلز إلى رابع أدوار كأس رابطة المحترفين. الشياطين الحمر تخلصوا من عقدة الدوري الثالث حيث ودعوا منه سابقا في 13 مناسبة. اللقاء شهد عودة النجم الإرجوياني لويس سواريز بعد فترة غياب طويلة، لكنه لم ينجح في إبقاء فريقه في المسابقة. الفوز مهم لأن المباراة كانت كبيرة بالنسبة لنا. لقد خسرنا في الأنفيلد قبل أسبوعين ثم على ملعب الاتحاد الأسبوع الفائت. كنا بحاجة للعودة إلى سكة الانتصارات. أعتقد أن لويس سواريز كان رائعا، خاصة أنه ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، شكل خطورة طوال المباراة وأرهق المدافعين، وأنا سعيد بمساهمته الجيدة. شعرنا بخيبة أمل نهاية الأسبوع لأن مستوانا كان عاديا. الآن علينا التركيز على مسابقة الدوري حتى نهاية العام. ركلة جزاء غير صحيحة أهدت ريال مدريد فوزا غاليا على ألشي صاعد حديثا بهدفين لواحد في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني في كرة القدم. السيطرة الملكية المطلقة لم تثمر أكثر من هدف واحد للبرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أن يعادل أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة. رونالدو ترجم ركلة الجزاء المثيرة للجدل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، مانحا الريال نقطته السادسة عشرة. لست سعيدا بما قدمه فريقي، علينا أن نظهر بمستوى أفضل. لا أحب الحديث عن القرارات التحكيمية، ولكن من الصعب الحكم على ركلة الجزاء من مقعد الاحتياط. المستوى الذي قدمه اللاعبون لا يكفي لتحقيق الفوز أمام أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة. بعد عودتهم إلى اللقاء كان الأمر صعبا بالنسبة لنا. كنا ندرك أن كل مباراة ستكون صعبة للغاية وأن هذا الفريق سيلعب على الهجمة المرتدة. نحن بحاجة إلى تحسينات، وأعتقد أن النقاط الثلاث هي الأهم.
أعتقد أن الجميع شاهد ما حدث في النهاية. هذه التفاصيل الصغيرة بدلت مجرى المباراة، وكان يفترض أن يحصل سيرجيو راموس على بطاقة صفراء، لن نشكو منها لأنها لن تفيدنا بشيء. إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة الرياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليك رامي مجددا. شكرا لك محمد. والآن مع فقرة الماضي الحاضر.